سلام سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم غادي لكم فيديو جديد ديال الاسئله اللي قلت لكم، كنت قلت لكم قبل شهر ولا 3 شهور ولا ما عرفتش. دابا انا عندي هنا سكرين فيه شهرين، ولكن كان قديم ديك السكرين. قلت لكم كتبوا لي في الكومونتير في يوتيوب اسئله وانا غادي نجاوبكم عليها. وانا نسيت، ماشي نسيت، صورت بزاف فيديوهات اخرين، قلت هذيك ما نديرش. انا يلاه درت اول فيديو عندي، يلاه درت فيه اسئله ودابا عندي اسئله، ما بغيتش ندير اختلاط. واليوم غادي ندير، اليوم كتاب باش ندير لكم داك الفيديو. عندي هنايا اسئله كنت سكرينيتهم من لي كومونتير اللي وصلوني في يوتيوب، ومنهم شي وحدين اللي كانوا عندي في انستغرام اللي قلت لكم، حتى قلت لكم عاتاني كتبت لكم عاتاني في انستغرام اسك مي، وباش نجاوبكم نجاوب. اليوم جيت نجاوب على كل شيء. يلا نبداو. شي سبب يخليك شي نهار توقفي السوشيال ميديا؟ سبب خلينا نوقف السوشيال ميديا، نحس براسي ما كنبقاش كنعطي فيها بزاف، ما يبقاش عندي الجهد ليها، ولا المهم اطلع ليا فراسي وصافي، غطلع ليا فراسي هاد السوشيال ميديا وهاد الشيء، ولا طرا شي حاجه الله يستر. ولكن المهم دابا انا باقا معاكم حتى نكون ندير لكم فيديو، ندير لكم فيديو في يوتيوب. اعتزلت الحمد لله. شحال في عمرك وشنو كديري في حياتك؟ عرفتي شحال في عمرك جاوبت على هاد الاسئله ديال فين كنقرا وفاش كنقرا وين مدينه وداكشي؟ اول فيديو عندي في يوتيوب واللي هضرت فيه على هادشي كامل، زعما عرفت براسي وقلت لكم شنو كندير وشنو غندير وداكشي. سيو تفرجوا فيه، نخليكم في تحت في صندوق الوصف. شحال في عمرك وشنو كديري في حياتك؟ وعمري قلتو وشنو كندير في حياتي؟ قرا، كندير تيك توك، كندير يوتيوب، كندير انستغرام، شي كامل كنصوري شنو كندير في حياتي. اختي كيفاش نتقبل وجهي انا بلا فلتر؟ هاد السؤال ديال كيفاش نتقبل انا وجهي بلا فلتر، وكيفاش نتيق في راسي، وكيفاش شحال من حاجه غادي نديرو فيديو واحد اخر ديال جيرل توك. غادي نهضروا انا وياكم وغادي ننصحكم زعما داكشي اللي عشتو انا، وعلى حسب التجارب ديال الناس اللي كنعرفو واللي فيديو اللي كنشوف في يوتيوب. هذا غادي نديرو فيديو واحد اخر، دونك ما نجاوبش عليه دابا. سسبنس ديال داكشي ديال اليوتيوبرز عاوتاني. يوتيوب الحلم ديالك، الحلم ديالك لو ما خصكش تقولو غتفقد الشغف ديالك، بانك تحققو غادي تفقدو. ولكن زعما ان شاء الله نولي شي انفلونسر كبيره ويوليو الناس كيبغيوني، ويكونوا الناس كيبغيوني زعما اكثر من الناس اللي كيبغيوني، نكون محبوبه ما نكونش مكروهه، زعما مشهوره على شي حاجه خايبه. ملي كتشري الميكاب ديالك، الميكاب ديالي المكياج كنشري عندهم مكياج، زعما ماشي كنمشي وكنكون معوله كنقول اليوم غادي نمشي نشري مكياج وكنمشي وكنتقطع وكندير عليه وحدي. لا، حاجه اللي صارت لي كنمشي نشريها، وكل مره كنشري ماركه اخرى في شكل، زعما ماشي ديما كنشري حاجه وحده. ما عنديش داك المكياج كامل، زعما اي حاجه عندي منها ثلاثه، اي حاجه عندي منها جوج، عندي عادي مكياج وصافي. زعما اللي كنقضي به انا اللي محتاجه انا دابا في هاد العمر، واش كتفكري ديري الحجاب بحال اختك؟ هادي ما عرفتش انا، واقيلا كيجيوني كاع الناس يفكروا فيها، واخا انا دابا ماشي كاع الناس يفكروا، ما عرفتش انا، المهم انا كيجيني بعدا كاع الناس يفكروا فيها انهم يديروا الحجاب، وانا منهم. ديما كيجيني تعني بالضمير وكنقول دابا خاصني ندير الحجاب وخاصني ندير هادي وخاصني ندير هادي، صافي الله يهديني، خاصني نديرو ديك الحجاب اللي غنديرو، غنديرو بحق وطريقو ان شاء الله، غادي نكون مقتنعه به وغادي نديرو زعما، وانا باغا ندير الحجاب وما غنحيدوش ان شاء الله يا ربي، ولكن ناويه ان شاء الله. المهم راه كنفكر دايره فراسي زعما كاع من السؤال اللي من موراه، شحال في عمرك واسكو راكي اون كوبل؟ خوك من الجزائر. اسكو راكي اون كوبل؟ نو سيليباتير. كنعرف كل هاد الاسئله. واحد اخر، هضري لنا كيفاش تعلمتي لونجلي، وشنو كديري لشعرك باش يرطب، وشنو هما النصائح ديالك اللي خلاوك تكوني واثقه في راسك؟ كيفاش كندير باش نتعلم لونجلي؟ انا باقا كنتعلمو، ولكن انا بوجهه النظر ديالي انني تعلمت من تيك توك ومن السوشيال ميديا زعما كامله، يوتيوب وانستغرام تيك توك وداكشي، تعلمت منه لونجلي بزاف، زعما اكثر بلاصه تعلمت منها اكثر من المدرسه. كتجيني راسك بحال في المدرسه كتعلمي القواعد اللي خاصك تصري بهم، الفيربس وداكشي كيفاش تصرفوهم وكيفاش داكشي، اما الفوكابولير تعلمتو من تيك توك، تيك توك ويوتيوب من الاغاني، وكتفهم شنو هما باش تقول هادي اش كتعني، وهاد باش تكون في قسم مثلا اللي بغا يتعلم شي لغه، هي الفرنسيه الانجليزيه الاسبانيوليه كان كيقرا في المدرسه ولا شي بلاصه، عطيو فيها هضروا فيها، راه حتى واحد ما يضحك عليكم في القسم جايين نتعلموا. اصلا انا في القسم كنبقى نقول اي حاجه جات لي فراسي، جات لي فراسي شي حاجه بالانجلي ما عندها حتى شي علاقه داك الشيء تنقول، وكنكتب زعما اي حاجه جات لي فراسي زعما بشي بوينه او تكتبوا على شي حاجه كنكتب عليها، منها كنطلق يدي ومنها كيصحح ليا وداك الشيء، ومنها كنتعلم. ما تبقاوش تحشموا، هضروا بيه، هضروا قدام مثلا قدام القيصر، ملي كنتو كتحشموا تهضروا في الدار شي حاجه هضروا عادي، راه كلشي كيتعلم كلشي بحالكم،
عندك هنايا شنو كندير لشعري؟ الصراحه شعري ما كندير ليه والو، كندير والو عندنا وين ندير ليه؟ غادي ندير ليه بزاف ديال بوم دابا ديك الروزماري سبراي غادي ندير. انا وريكم انايا درته ولكن باقي كاع ما جربتو في شعري، باقي كاع ما كتب جرب. غنقول لكم شنو دايره فيه. انا دايره فيه اليازير، دايره فيه البابونج، ودايره فيه قرنفل، القرنفل، ودايره فيه الورد، الخزامه، ورقه النعناع، والسدر، والورد ناشف ماشي الورد هكا، عند العطار كامل نشوف عند العطار هو ورقه وستيلو وكنشوف. هذا الشيء جمعت كاع داكشي اللي كيديروا للشعر الناس كيديروا للشعر، ودرتو انا ودرتو في بلاصه وحده، كاين باقي كاع ما جربتش بلا نجيبو انا بلاتي. ها هو ما عرفش كان حتى لهنا ونقص ولا حتى لهنا، ما عرفش كيفاش وقيله حيت خليته في الثلاجه بزاف، وقيله يلا شي 40 ايام باش خليته في الثلاجه ولا نقص، ما عرفتش اش نقص تبخر في الثلاجه ولا ما نعرف. وشنو ما النصائح اللي قلتو ليا باش نكون واثقه في راسي؟ المهم النصائح اللي باغي نعطيهم ليكم غادي نديرهم فيديو واحد اخر ان شاء الله. شنو هو اكثر موقف محرج طرا لك؟ راكي زوينه تبارك الله، هاد المواقف محرجه واقبح موقف احسن موقف واحسن هادي وهادي ما كنعقلش عليهم، كنعيشهم ديك الساعات وكنساها. عندنا سؤال واحد اخر دابا، شنو هما الصعوبات اللي واجهتي في البدايه ديالك؟ دير ليا بين قوسين مع الناس اللي كتعرفي. البدايه ديالي زعما بصفه عامه اللي باقا فيهم انا، البدايه ديالي كنقدرش نهضر قدام الناس زعما حدا حدا اي واحد حتى والديا كنحشم نهضر حداهم الصراحه، حدا خوتي وداكشي، المهم حتى الناس بصفه عامه ما كنقدرش نهضر كنحشم. المهم باقا مول فاش نهضر قدام الكاميرا حيت شفت نقص، ماشي كنت كندير فيديوهات في تيك توك كنهضر فيهم ولا لي ستوري في انستغرام كنهضر فيهم، جيتني جا نقص اليوتيوب دونك راه باقا عندي ديك الليطه باقا ما وصلتش لها، ديال نبقى نهضر عادي وحد الناس وداكشي مع الناس اللي كنعرف زعما اللي وقعوا لي ماشي زعما شي صعوبات، اكثريه ديال الناس اللي كنعرف انا شجعوني زعما من الناس اللي كيقراو معايا، زعما حيت انا بديت اليوتيوب في وسط القرايه، من الناس اللي كيقراو معايا من زعما والديا وصحاباتي وكلشي زعما العائله ديالي وكلشي حتى هو كلشي مساندني زعما حتى واحد ما قال لي حبسي ولا ديري ولا صنعي ولا شي حاجه. قال لي من موراه هو احسن فيلم عندك، احسن فيلم عندي انا ما تفرجش في الافلام بزاف ولكن ما عقلاش عليهم دابا، الا لقيت شي حاجه زعما جات ليا في راسي زعما شي فيلم زوين تفرجوا فيه غنخليكم هنا ولا هنا ولا شي بلاصه. عندك شي دوله كتفكري تمشي ليها؟ انا ان شاء الله نسافر على المغرب، المغرب كامل دورو ان شاء الله عاد نشوف الدوله اللي غنمشي ليها، ولكن الدوله شحال هادي باش كنت زعما كنتفرج في الانيم وداكشي بزاف كنت باغا نمشي للجابون، باقا باغا نمشي ليها زعما حيت كتجيني زعما مدينه واعره زوينه زعما خارقه ماشي بحال المدن الاخرين، حتى شينوا هما شويه من الشكل شينوا شويه في الشكل. كي جاتك البدايه في يوتيوب جود لاك ثانك يو، كي جاتني البدايه في يوتيوب مزيانه هي صعيب فيها هي ما كنلقاش افكار ما كنلقاش شي فكره نديرها، بنادم كيبقى يدير كل نهار فيديو ما فهمتش كيفاش كيديروا ليه، وانا ما كيعجبنيش كل خرجه زعما نخرج ونصور وندير وندير فهمت، وكنجيني راسي كنلي ما كنعيش المومنت كنعيش اللحظه خصني نعيش. سالوا لي الاسئله دابا اللي كنت دايراهم اللي من لي كومونتير ديال يوتيوب ما كنت كتبهم هنايا صافي قريت هادو كاملين. دابا غادي ندوزو لواحد اخر، كنت قلت لكم عاد يسولوني في انستغرام وسولتوني ودابا غادي نجاوب لكم عاد جاي. ها هما مسكين اللي نتوما واحد قال لي كيدوز سي امتحان خصني ندير لكم ستوري تايم ديالي وما عرفتش اش نديرها هنا ولا نديرها من بعد. عندي لكم فيديو اخر لحقاش هاد الفيديو غيجي طويل بزاف وانا باقا عندي اسئله وبقى باغا نتحدث، غندير لكم فيديو اخر ندير لكم ستوري تايم ديال جهاوي وندير لكم شي ميك اب خفيف، لحقاش اصلا بزاف ديال البنات قالوا لي بلي راه بغاو يديروا ميك اب خفيف، شرحي بليز كيفاش تشارتي في تيك توك، بغيت نبدا ولكن خايفه. الا كنت غتبداي في تيك توك ما تخافيش من لي كومونتير نيجاتيف ويكون في اخبار والديك زعما، لحقاش الا تشارتي راه غتوصل لهم وتوصل لهم صافي. كيفاش تشارت في تيك توك؟ انا في الاول كنت غير كندير وصافي، كنت كندير وما كنتش فراسي بلي راه كاينه بخويا في تيك توك زعما صور بزاف ديال الفيديوهات وتخبيهم عندك سال من بعد وتحطهم الا بغيتي تحطهم، انا ديك البلاصه ما كانتش في خبار، كنت كندير مكياج وغنوض وكنلبس وهادشي باش نصور فيديو واحد ونحطه، وديك الساعات كاع ما كنت كنحط بزاف الفيديوهات كاع ما كنت كنحط بزاف الفيديوهات، كنت كنحط قليل مره في السيمانه جوج مرات في السيمانه، ومراها بقيت كنشوف كنقول كيفاش انا كيفاش علاش الناس كيديروا ما كيديروش بزاف الفيديوهات زعما الناس اللي مشهورين زعما كيتي 10000 20000 علاش كيحطوا شويه ديال الفيديوهات وكيطلعوا ليهم، كنلاحظها حتى دابا واقع كنلاحظ بلي الناس كيديروا غير شويه الفيديوهات وكيطلعوا ليهم ولكن انا كاع ما كانوا كيطلعوا ليا، قال لك بقى تحط لي فيديو بزاف بقى ديري الاغاني اللي طوندونس زعما اللي طالعين في هذه الوقيته زعما ماشي ديري الاغاني اللي قدامين ولا حد كتعجبك اغنيه حتى واحد ما كيديرها ديريها وانت باقي يلاه باش تطلع الكونت ومن شهره زعما
لا كنتي باغا تشري تيك توك. وهاد النصائح انا عمرهم قالوا لي شي واحد انا قلتهم ليكم اكتشفتهم بوحدي. وان شاء الله بدايه موفقه. ولا كنتي غتبداي بداي نديرها في راسك بداي بداي تصوري وما ديريش في الناس لحقاش بنادم راه كيعجبو يضحك كيعجبو يحل فمو. انا كنت اول فيديوهات كنت كنديرهم كنت درت واحد الفيديو هو يقول لي واحد يا خشو كي دايره ولا ماشي شي قال لي معوقه انا ماش مهم معايا لي وانا ديك الساعات ما كانش كيعجبني الحال عاد تعاينت وقتها كتعرفنيش ودابا عندي عادي ما مش سوقي كنت مسحت هو قال الفيديو كان اكثر لي اكثر فيا ودابا ما ديرش فيه بنادم كيعاينني وكيشبع لي معيور وكديرش فيه وبنادم دابا باش كندير ما كنديرش فيلتر فشي فيديوهات في تيك توك اكشلي الفيديوهات تيك توك زعما كاين كاع ما كندير فيهم فيلتر كيجاوبو ما كيقول دير فيها زعما ما كديرش الفيلتر وحده قال لي شوفوني زعما ما ديرش الفيلتر بنادم كيعاينني تقول لي سيري هذا جيب لها هذا صافي ما كنديرش فيهم. المهم ما ديرش بنادم وبداي وصوري وحطي وما تيأسيش لحقاش يجي واحد النهار وغيطلع لك شي فيديو وموراه غادي يطلع فهمتي واخا تحطي لي فيديو في الاول وكاع ما يطلعوا لك واحد الفيديو غادي يطلع هذا نصائح درت لكم فقره كبيره من النصائح. اصلك من طنجه ياك؟ لا انا اصلي ماشي من طنجه ولكن اصلي من الشمال زعما شفشاوان وزان النواحي. السؤال اللي من مورا قولي لنا كيفاش تعلمتي لونجلي؟ هذه قلتها يور فيفرت موفي وسيري وانيم فيفرت موفي غنخليكم. المهم هادو كاملين اللي كنحقاش عليهم دابا تنكون غنمونطي غنتمونط الفيديو وغادي نحط لكم هنايا شي وحده عافاك شنو كديري الحبوب تمشي عليك. انا محبوب ما مشاش ليا بزاف الناس كيبقاو يقولوا لي كيفاش درتي تمشي عليك وداك الشيء ما مشاش ليا وما كندير والو الصراحه والله ما كندير شي حاجه. شفت واحد النصيحه شفتها عند واحد الطبيب ولا ما عرف شنو ما عقلتش فين شفت الفيديو الصراحه وقال لي خوتي تنجمع شعري بلاتي قال لك بلي راه خاصك باش تكوني كتوجهك وداك الشيء ما تبقايش تغسلي كل ساعه بالصابون غسليه مره في الليل وفي الصباح غسليه غير بالماء. قال لك غادي ينقص الناس اللي عندهم الحبوب زعما ماشي ديال ستريس ولا ماشي وراثي ولا ماشي شي بحال هكا تكون زعما حبوبات مره بحال كنتي وتمشي شوف كينقصوا وحاله تشوفي جيل نتوايون ديال وجهك اللي تكون مناسب مع وجهك شحال من حاجه وغادي يمشي ان شاء الله. وانا ما تندير ليه والو باقا نمشي عند الطبيب ان شاء الله ويخرج لي شي حاجه ونقال ليها ويمشي ليا وانا قبل اصلا كامل معقدني دونك يمشي ولا ما يمشيش يبقى ولا ما يبقاش ماشي سوق. السؤال اللي مورا عاوتاني كيعجبوني بزاف الفيديوهات اللي كتحطي شكرا واخا ماشي سؤال قلتو لي ساليت الاسئله الجميله ديالكم الا بغيتوني ندير عاوتاني هاد الفيديو بحال هكا قولوا عليا في الكومونتير. دابا غادي نقرا لكم واحد لي كومونتير دابا انا ماشي لي كومونتير دابا باش كنكتب لكم انايا اسك مي في فيديو كاع ما كنجاوب عليكم وانا اسفه ما كنديرش بالعان خاصه كيوصلوني بزاف وكاع ما كنجاوب فيهم واكثر ديال الاسئله كنت نجمعهم نديرهم زعما في الفيديو لكن المهم انا نقراهم اكثر ديال لي كومونتير زوينين اللي كتقولوا لي نقراهم هنا ونجاوبكم هنايا اهو وقولوا شي بصحه الطفار طاري بويد جميلين انيقين بكوسين. المهم انا نقراهم دابا وغادي نجاوبكم عليهم وكتفرحوني بزاف وشكرا بزاف 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 للناس اللي كيكتبوا لي بحال هادشي هنايا لحقاش كنقرا كلشي والله كنبغيكم. واحد قال لي بقيت تحطي لي فيديو في فيسبوك راه كنحطهم وانا الكونت ديالي هو نفس اليوزر نيم ديال اليوتيوب ونفس اليوزر نيم ديال انستغرام. كاين واحد اخر بزاف ديال الكونت فيسبوك دمار وكنت واحد فيهم ديالي شنو راه شري لي شي واحد شي صداع يجي شي واحد يسلخني ولا شي حاجه. كاين واحد سميتو نعمك الثاني هذاك ماشي ديالي وانا عندي واحد غنخلي لكم هنا ولا هنا ولا المهم غنخلي لكم اليوزر نيم ديالو هو نفس اليوزر نيم في كلشي لقيت شي واحد زايد ا زايد اي زايد واحد زايد نقطه زايد شي حاجه ماشي ديالي هذا هو الواحد اللي عندي وكنحط فيه كنحاول نبوستي فيه كاع داكشي اللي كتبوستي في انستغرام. ابونيوني فيه وابونيوني حتى في يوتيوب ديرو ابوني كنحبك بزاف انا من لي فان ديالك الاولين اي لاف يو سو ماتش ثانك يو اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو جو تان تفرحوني واكثر الناس اللي كتلاقاوني في الزنقه تلاقاوني شي بنيت زوينين كيقولوا لي باي باي ولا المهم كنعرفو نعرفو كنبغيكم انايا وكنعرف كنشوفكم زعما وكسي او الناس اللي يقولوا لي باي باي ولا كيسلموا عليا ولا شي حاجه بحال هكا كنخيفكم جدا. اي لاف يو اي لاف يو تو ما شاء الله عليك محتوى جميل واصلي شكرا جزيلا كدير كثير من لي فيديو راه كنتوحشوك اي لاف يو راه ما عنديش الافكار باش نبقى ندير لكم فيديوهات بزاف الصراحه صافي ان شاء الله غادي نبقى ندير لكم فيديوهات اكثر. قولوا لي شنو بغيتو اي حاجه بغيتوني نديرها كتبوها لي لتحت في لي كومونتير. ما شاء الله يو ار سو بريتي اند يور فيديوز ار سو انتريستين ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو
طمحوا لي كنت حسيت راسي يتيمه ما كنبغيش نراسي غير كنهضر صافي كنشوفك بحال اللي كنشوف الخوادريه ديالي طبيعيه ما عرفتش كتفكرني في الشجر بحال كتبارك الله العالم خر شكرا شكرا كتفرحوني والله يتك الفرح الفرح بدا الشيء الجميل ديالكم بغينا شي ماسك للوجه انا اكثر ديال الماسك اللي كنت كندير كنت كندير حمص مطحون والرز مطحون مع الماور ولا كنت كندير النيله مع ظل المسوس صافي شي كنت كندير الصراحه ما غير داك لي ماسك ديال كارنيي وداك الشيء المهم كنديرهمش بزاف صراحه قليل كيجوني ما كيديروا والو حد قال لي قوي لنا من لي فيديو في يوتيوب راه هربالي شكرا غادي نبقى نقوي ان شاء الله عارفه كاين مدينه ساكنه ساكنه في مدينه سالا مدينه سالا I love you, I love you too. عاش انتي فنة انتي اللي فنة كوتر انتي اللي فنة وبقوصة وفنة نسى الفيديو ديالنا وصل الأسئلة الجميلة ان شاء الله نكون جاوبت على الأسئلة اللي كانوا كنتوا باغيين زعما تعرفوا عليا داك الشيء نرجو فيديوهات جايين ونتفرجوا فيديوهات قديمين باي باي نتلاقاو فيديو الجاي